بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل ذلك هو الفوز العظيم.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.